وهكذا سيداتي يا رساتي سادتي يتحقق حلم 20 عام ويفوز صور بالكأس عن طريق ديفي اليوغوسلافي الذي يقود فريق صور إلى الكأس. إنجاز كبير، عودة شباب الأزرق على السفينة الزرقاء والعودة والإبحار على بحر البطولات من جديد عن طريق ديفي اليوغوسلافي وبقيادة فارمان الإيطالي. شوف الإعادة، ديفي على طول في الجول. برافو، إنجاز تاريخي يسجل لفريق صور ولهذه الجماهير اللي تشوفوها مشاهدين الأكارم اللي تساند وتؤازر الفريق منذ البداية. هارد لك فريق السيب، والمستوى والأداء المتميز خلال هذه المسابقة، مسابقة الكأس لهذا الموسم، كأس موسم 92-93، يأبى إلا أن يذهب إلى الشرقية، يذهب إلى فارس الشرقية صور. فريق صور الآن باعتقادي هو البطل الذي سيحتفى به هذه الليلة، وإن دل هذا فإنما يدل على اهتمام مولاي برعاية الشباب في هذا الوطن المعطاء. الآن حكام المباراة يتشرفون بمصافحة مولاي عبد الله سعيد بحجاج حكم الوسط الدولي، والآن يسلم الكأس لكابتن فريق صور، والكابتن هو سالم خميس ومطر خليفة سيف الحبسي محمد خميس محمد صالح أحمد خميس عبد الخالق فاضل سليمان خميس، نجوم صور اللي لمعت وتلألأت في سماء المجمع هذه الليلة. تتشرف الآن باستلام الكأس الغالية من بين يدي مولاي الغالي حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه. الآن السيب بمصافحة جلالته حفظه الله وذلك لحصوله على المركز الثاني. Come on.